عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حط لايك واكتب لي الكومنت الجميل بتاعك لان كومنتاتكم بتحفزني جدا ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر. وما تنساش تتابعني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، والروابط موجوده في صندوق الوصف، والتيك توك، وعلى قناه الشورتس درغام شورتس هتلاقوا برده الرابط في صندوق الوصف. واكتب لي رايك في رسمه النهارده واللايك السريع، وشوف اللايك السريع، واللي هيرسم معايا رسمه يبعت لي رسمه على حسابي على الانستجرام وعلى الفيسبوك، الروابط موجوده في صندوق الوصف. جاهزين؟ يلا بينا. فيديو جديد ورسمة جديدة ورسمة جميلة قوي. هنرسم رسمة عن الصيف، رسمة جميلة قوي وسهلة جدا. هنرسمها برصاص، كله يجيب قلم رصاص اتش بي موجود في كل بيت وموجود في كل مكان ويبدأ يرسم معايا. زي ما انتم شايفين عملنا خط بالعرض مستقيم زي ما انتم شايفين. بعد كده هنعمل بقى ايه؟ التنايات اللي هتدينا الشكل بتاع البحر. دلوقتي عملت دايرة جواها دايرة وبنزل بخط مستقيم تحت عشان اعمل شكل الدلو اللي هيكون من ضمن الالعاب اللي بتتلعب في الرمل في الشاطئ. طبعا الصيف يعني شاطئ يعني بحر يعني رمل يعني الحاجات دي كلها، فاكيد اي رسمة عن الصيف هتلاقوا اغلبها عبارة عن بحر او شمس او شاطئ. فزي ما انتم شايفين بنعمل اهو الدايرة بتاعت البحر وبكمل الخط المستقيم. باجي دلوقتي بقى اعمل خط بالطول بس عشان احدد الرسمة بتاعتي واعرف ان انا اخري على اليمين هنا واخري على اليمين على الشمال هنا. طبعا ما تنسوش اللايك، حاجة بسيطة ولكن بتفرق في ان الفيديو يوصل لناس اكتر. عملت دايرة وعملت دايرة صغيرة مايلة لناحية الشمال شوية، بدأت اعمل خطوط كده زي ما انتم شايفين عشان تديني الشكل بتاع الكرة. ودلوقتي بقى ببدأ اعمل هنا زي ما انتم شايفين خط مستقيم لفوق عشان اعمل الشمسية او المظلة. طبعا كل ده تخطيط خفيف عشان الرسمة فيها عناصر كتير، فمحتاجين تخطيط خفيف عشان نقدر نعدل براحتنا وما يسيبش اي اثر لما نيجي نعدل. زي ما انتم شايفين بعمل مثلثات كده صغيرة عشان تدينا شكل المظلة او الشمسية بالطريقة دي. وبعد كده لسه هعمل فوقها برضو مثلثات تانية زي هتشوفوا دلوقتي اهو هنعمل ايه. هننزل من تحت كده ونعمل اهو من تحت مثلثات تانية تدينا المنظر بتاع المظلة او الشمسية بالطريقة دي. طبعا امشوا خطوة بخطوة محدش يستعجل، اهم حاجة الرسم محدش يستعجل فيه. وزي ما انتم شايفين هتلاقوا النتيجة طلعت جميلة قوي. عملت دلوقتي خطوط كده بسيطة ودلوقتي بعمل خطوط متعرجة كده عشوائية شوية وببدأ اعمل الخطوط دي عشان تديني شكل البحر زي ما انتم شايفين. طبعا امشوا خطوة بخطوة زي ما قلت لكم. طبعا اللي هيرسم الرسمة يبعت لي الرسمة على حسابي على الانستجرام او على الفيسبوك، الروابط موجودة في صندوق الوصف. يبعت لي الرسمة هناك واقول لك على اخطاء بسيطة تعدلها هتفرق معاك جدا وهتلاقي نفسك وصلت لمستوى رهيب من النصايح اللي اقولها لك. فبعمل لك زي كورس مجاني بنزل لك فيديوهات كتير على اليوتيوب تقدر ترسمها معايا وهتحسن من رسمك. في نفس الوقت تبعت لي رسمة اقول لك على حاجات بسيطة تعدلها وتفرق معاك وتعدلها وتبعت لي بعد التعديل الرسمة بتعمل ازاي. عملت انصاص دوائر عبارة عن الغيوم وبدأت احط في النص كده دايرة وحواليها مثلثات عشان تديني شكل الشمس بالطريقه دي. طبعا امشي خطوه بخطوه زي ما قلت لكم. الرسم ما الاستعجال صعب جدا ان تطلع الرسمه حلوه. حاول على قد ما تقدروا ترسموا بالراحه وما حدش يستعجل. في ناس بتقول لي انت بتستعجل في الرسم، انا بكون مسرع الفيديو شويه عشان الفيديو ما يطولش وما تزهقوش. بحاول اعمله لكم على قد ما اقدر ما يعديش ال 8 دقايق، يعني ان شاء الله 9 دقايق دي ما تبقاش موجوده على قد ما اقدر، يعني على حسب الرسمه ولكن على قد ما اقدر بخليها 8 دقايق او اقل من 9 دقايق على طول. زي ما انتم شايفين عملت غيوم صغيره كده عشان تدينا شكل الغيوم وبدات اعمل مثلثات كده عشان تدينا الشكل بتاع النخله واعمل 3 دوائر واعمل بقى حواليهم المثلثات بتاعه النخله او الشكل البيضاوي بتاع النخله زي ما انتم شايفين. وبعمل نفس الكلام الناحيه الثانيه بالطريقه دي وبعمل برضو 3 دوائر وبعمل المثلثات بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. طبعا رسمة جميلة قوي 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 قوي. في نفس الوقت تنفع لأي مستوى سواء محترف متوسط مبتدئ، هتلاقي الرسمة تنفع لكله. رسمة جميلة وفي نفس الوقت سهلة. أهم حاجة ما نستعجلش وبتعتولي رسمة. وطبعا تابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، انستجرام فيسبوك وتيك توك، وعلى حسابي على اليوتيوب التاني اللي هو قناة درغام شورتس، قناة الفيديوهات القصيرة. بنزل تحديات وحاجات قوية جدا 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 ما بتنزلش على القناة دي اللي انتوا بتتفرجوا عليها على الفيديو دلوقتي، قناة درغام ارت. فاشتركوا في القناة بتاع درغام شورتس واشتركوا هنا في قناة درغام ارت عشان يوصل لكم
الاشعارات بتاع الفيديوهات، بنزل فيديوهات كتير رسومات اقوى واقوى واقوى، فاشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان نوصل 14000 مشترك في اسرع وقت. زي ما انتم شايفين طبعا التخطيط الجامد ده ما تعملوهوش الا لو انتم مش هتلونوا. انا ما لونتش في الفيديو النهارده عشان الفيديو كان هيطول قوي مني، لان الرسمه فيها عناصر كتير، فلو لونت هتلاقوا الفيديو خد وقت كبير، وفي ناس بتقول لي دايما ان هي بتزهق من المده الطويله، فعشان كده بحاول اختصر لكم، بعمله لكم بالقلم الرصاص. وانتوا لو عايزين تلونوا ما تخططوش تقيل دلوقتي، استنوا لما تخلصوا التلوين بعد كده خططوا براحتكم. انا خططت عشان مش هلون، فزي ما انتم شايفين بخطط الرسمه، بتقل ايدي شويه وانا بخطط. طبعا التخطيط بيكون بقلم الرصاص العادي، القلم الاتش بي، بس بتقل ايدي شويه. مرضتش طبعا استخدم الاقلام الدرجات اللي هي ال 2 بي وال 3 بي وال 4 بي والكلام ده، عشان مش كل الناس عندها. وانت على قناه درغام ارت، قناه الرسام العربي، المرجع الاول للرسام العربي، فلازم الاقي لك بدائل لكل حاجه وحلول لكل حاجه، فبجيب لك القلم الرصاص اللي موجود في كل بيت. ومش لازم تستخدم الفيبر كاسل او الستيدلر او الماركات المعروفه، عادي جدا تقدر تستخدم اي حاجه، المهم ان احنا نرسم وخلاص. ارسموا كتير على قد ما تقدروا، لان الرسم يعني تدريب، بتدرب ايدك وبتمشي ايدك، كل ما ترسم اكتر كل ما هتلاقي المستوى بتاعك بيتطور اسرع واسرع. زي ما انتم شايفين خططنا كل حاجه، باقي الشمس وباقي الكوره وباقي النجمه اللي عملناها تحت، النجمه اللي عباره عن مثلث فوق، مثلث يمين، مثلث شمال، مثلث تحت مايل لناحيه اليمين، مثلث تحت مايل لناحيه الشمال، والشكل بتاع المغرفه بتاعه الرمل دي زي ما انتم شايفين. كده احنا خططنا الرسمه. عايزين نعمل اي تعديل بمسح اهو بكل بساطه وما بيبقاش في اثر، والنجمه بعمل خطوط على المثلثات بالطريقه دي. طبعا رسمه جميله قوي وسهله جدا، تقدروا ترسموها في اي وقت. وابعتوا لي الرسمه وما تنسوش اللايك، حاجه بسيطه لكن تفرق، ومستني رايكم في الكومنتات لان رايكم بيهمني جدا جدا جدا. ودي كانت رسمه النهارده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واكتبوا لي رايكم في الكومنتات تحت، مستني رايكم لان رايكم بيهمني جدا جدا جدا. وبعت لي رسمه على حسابي على انستجرام او على الفيسبوك، الروابط موجوده في صندوق الوصف. بعمل لك زي الكورس المجاني، انت مش محتاج حاجه اكتر من كده، محتاج نصايح ومحتاج رسم كتير، بعمل لك فيديوهات كتير عشان نصايح، وبعمل لك التطبيق الانستجرام والفيسبوك عشان تبعت لي واقول لك على نصايح تعملها. فانا عامل لك الاثنين، ما قدامكش حاجه، فاضل انت ترسم بس. اشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامه.